ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاما Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل وعباد الرحمن
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الذين يمشون على الأرض غونا
التي حرم
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاما فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا قد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.